السلام عليكم، مرحبا بكم خواتي في قناة الرياضية، مرحبا بكم لي زابوني تاعنا، مرحبا بكم ناس جي اس كوم. اخبار شباب القبائل اسمه مليح يا ريشان، يؤكد ان بن سايح تلقى عرضا من الاسماعيلي وهما يدرسوا في العرض. اسمه واش قال خواتي ومن بعد نحكيو. اذا بن سايح ايفيكتيفمون جاتو اون اوفر من النادي الاسماعيلي، اوني اون تران دو 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 فوار، ورانا نتحدثوا مع اللاعب سوا يغادر سوا يريح مع الفريق، وبارك الله فيك. سوا يغادر سوا يقعد مع الفريق، هذا واش قالكم؟ انا نمد رايي ولكم تعليق يا جماعه، واللي عنده راي واحد اخر يقدر يعلق. المهم انا الحاجه المليحه لشباب القبائل وتخرج فيها شباب القبائل سواء ماديا سواء انه يحكموا اللاعب سواء كذا، الحاجه المليحه ديرها يا عليشان، هذا هو المفيد في شباب القبائل. واللاعب ثاني لاعب ثاني مد نشكروه مد لشباب القبائل، ولا حاب يروح يروح، لانه لو تحكموا قادر يخمم في العرض هذاك ويقول لك انا وفزدوا لي العرض، ولا كان حاب يقعد مرحبا به، لانه بن سايح يبقى كرون جوار، ولما كان انت في البروجي تاعك بن سايح حكم بن سايح، هذا هو لازم الدراسه الحاجه اللي تخرج شباب القبائل، هذا هو. لكم تعليق يا جماعه فقط برك، وقال لكم ثاني في فيديو ما حطيناهش، قال لكم باللي لابريم راهي بربي ان شاء الله قبل بسكر ان شاء الله، هذه حاجه مليحه. خلاص الكرة في مرمى يا ريشان، نهار يمد لكم لابريم الكرة في مرماكم، هذه هي لاعبين. شكرا تدعيم، لازم تدعيم اللاعبين، هذه هي الحاجة المفيد اللي تركزوا في الأيام هذه. عندنا 3 ماتش لازم نجيبوهم 9 نقاط والله في الجيب يا جماعة، لو يحسنوا الإدارة تسير في هذا الوقت، يعني في النقط هذو 9 اللي جايين إن شاء الله، هذا مكان. وبرافو، كل التوفيق للشبيبة. ابوني في القناة، لايك بيوصلكم من جديد، ومع اخبار شبيبة القبائل دائما تدعيم للشبيبة. وفيف جي اسكا مع فيديو جديد خاوتي، سلام خاوتي.